السلام عليكم خوتي المغاربه خوتي المغربيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. قبل ما نبداو الفيديو الخوت، كنطلبوا من الاحرار وخصوصا الناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه الاشتراك في القناه، بارطاجيو الفيديوهات وكذلك اللايكات، شكرا. دونك اليوم الخوت 27 سبتمبر 2022، يعني في نفس هذا النهار من سنه 2010، يعني من 12 سنه، تم الاختطاف ديال زكريا المومني من المطار ديال الرباط من طرف رجالات الحموشي، وتمت ضيافة زكريا المومني لمدة 4 أيام عند الجزار عبد اللطيف الحموشي في القرنة ديال الملك، المعتقل السري تمارا لاباتوار دو سا ماجيستي. ومن بعدها تقريبا واحد 18 شهر ديال الحبس، ما بين الحبس ديال سلاس زاكي وما بين الحبس ديال الرماني. فاليوم ما غاديش نجي نعاود لكم التفاصيل ديال القصه، لان الاغلبيه ديالكم كيعرفوها. بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوش القصه الكامله وباغيين يعرفوا التفاصيل، يمكن لكم تمشيو تشوفوا هذا الفيديو اللي كنت درت مع الصحفيه دنيا الفيلالي، واللي الفيديو حقق واحد نسبه المشاهدات اكثر من 2 مليون ديال المشاهدات. فهنا انا اليوم جيت باش نذكر النظام الاجرامي وعلى الراس ديالو الملك المفترس محمد السادس، ثانيا الشفار والنصاب الجلاد منير الماجدي الكاتب الخاص ديال الديكتاتور، وثالثا الجلاد والخبيث مخرج الافلام الاباحيه عبد اللطيف الحموشي. جيت نذكر هذا الثلاثي اخطر المجرمين بان زكريا المومني هذه 12 عام باش اختطفتوه، 12 عام باش احتجزتوه، 12 عام باش عذبتوه، 4 أيام ديال التعذيب تحت الإشراف ديال الخبيث الجلاد الجزار عبد اللطيف الحموشي، اللي كان موجود في القاعة ديال التعذيب، واللي شفتو بأم عيني في وسط القاعة كيشرف على التعذيب ديالي، واللي فاش كيعذبوني تيقولوا لي أن هاد الشهادة هذه الأوامر ديال الملك، هذه الأوامر ديال الملك، وأنني أنا تماك هذيك راه القرنة ديال الملك، المعتقل السري تمارا تيقولوا لي انه القرنه ديال الملك، القرنه يعني لاباتوار، لاباتوار ديال الملك، هنا كندبحوا وكنسلخوا كنديروا اللي بغينا، ولا حتى شي واحد ما يقدر يستحق لك الخبر، وما كاينش اللي يجيب لك الخبر، وغادي نطحنوك كفته نخرجوك في البواط ديال السردين، كاينش اللي يستحق لك الخبر، حنا هنا كنديروا اللي بغينا، وحنا هنايا ما تابعين لحتى شي اداره، حنا كنخدموا مباشره مع الملك، مباشره مع الملك. وتيقولوا تاكدوا هذه الاوامر ديال الملك وكذلك الاوامر ديال منير المجيدي، وحنا هنا كنعذبوك. علاش كنعذبوك؟ لانك مشيتي داير مظاهره قدام الاقامه ديال الملك، مشيتي كتحدى الملك محمد السادس. وعلاش كنعذبوك عاوتاني؟ لانك كتهضر في لي ميديا، كتهضر يعني في الصحافه الدوليه على منير المجيدي، وفي وسط التعذيب كيزيدوا يعذبوني وتقول لي هاد لو باساج ديال انك تلاقيتي مع منير المجيدي وانك تلاقيتي مع الملك محمد السادس، هاد الملك المفترس، خاصك تمسحو من الميموار ديالك، خاصك تمسحو من الذاكره ديالك، ما عمرك تلاقيتي الملك، ما عمرك تلاقيتي منير المجيدي. اذا التعذيب اللي كنت كنتعرض له تما كاينات في المعتقل السري تمارا كان عقابا، كان عقابا لانني مشيت درت مظاهره قدام الاقامه ديال الملك وتحديت الملك وتحديت منير المجيدي، وكنهضر على منير المجيدي في الصحافه الدوليه. اذا انا هنا جيت باش كنذكرهم، كنعاود نذكر هاد الثلاثي اخطر المجرمين، ان هي دازت 12 سنه 12 عام ولو كومبا هو كمال، المعركه هي كماله. انا جيت كنذكر هاد المجرمين انني والله ما غنتفك معاكم، ما غاديش نتفك معاكم والو، باش نقولوها بصريح العباره، عبد اللطيف الحموشي هو بوليسي، بوليسي يطبق التعليمات، التعليمات اللي جايه من القصر الملكي، شكون اللي عطاه التعليمات؟ منير المجيدي باسم الملك محمد السادس. وشكون اللي عطى التعليمات لمنير المجيدي؟ الملك محمد السادس. اليوم ما كاينش شي واحد يجي يدوخنا ان الملك محمد السادس ما فراسوش شي حاجه، وخصوصا في هذه القضيه هذه ديال زكريا المومني، الملك المفترس افراسو كل شيء، افراسو كل شيء، ويعني بقيت غادي معاه، غادي معاه تحتته او بيي دو مور، والو ما عندوش فين يهرب، يعني حصلته كذاب،
حصلت الملك كذاب، الملك مجرم، الملك جلاد، الملك خبيث. والملك هو اللي عطى الاوامر ديالو باش زكريا المؤمن يتعذب، باش زكريا المؤمن يتختطف ويتحتجز ويتعذب ويدوز الاعتقال التعسفي. وتنعاود نقولها لهم، هذه 12 سنه 12 عام، علاش ما عمر ما بانوا هاد الجوج ديال الاشخاص اللي كتدعيو هي المجرمين انني انصبت عليهم؟ فين هما هاد الناس؟ فين هما هاد الناس؟ فين هما هاد الناس؟ واش 12 سنه ما قدرتوش تخرجوهم؟ واش نتوما كتجيبوا الناس كتقولوا هذا طلع مع زكريا في الطوبيس وقال ليه زكريا كذا وكذا، وما قدرتوش تجيبوا المعنيين بالامر، المعنيين بالامر اللي انا في وسط الحبس عندكم يا المجرمين، والمحامي ديالي النقيب عبد الرحيم الجمعي كلف مفوض قضائي مشى كيقلب على هاد جوج الاشخاص، على هاد جوج الاشباح في ذوك العناوين اللي كانوا مكتوبين، ومشى العون القضائي وجايب التقرير ديالو ان الاسماء كاذبه والعناوين خاطئه. ما كاينش، ما كاينينش دوك الناس في ذوك العناوين، ما كاينينش. ومنين طلب النقيب عبد الرحيم الجمعي طلب المواجهه، اننا نديروا المواجهه مع الضابط اللي حرر المحضر، اللي حرر المحضر، والمحكمه رفضات. اذا ما غنعاودوش نرجعوا للمسرحيه، المسرحيه كلشي كيعرفها. انا كنعاود نقول لكم، والخبيث عبد اللطيف الحموشي والخبيث منير المجيدي والجلاد الملك المفترس 12 عام ما قدرتوش، 12 عام ما قدرتوش تجيبوا دوك جوج الناس اللي اتهموني يجيو يبانوا، ما قدرتوش تبينوهم، ما قدرتوش تبينوهم في 12 عام، دوك الاشباح، دوك جوج اشباح. اذا واش فهمتوا الخوت؟ كلشي واضح. وهنا انا غنوجه واحد الميساج واحد اخر. كاينين بعض الاشخاص كيديروا فيديوهات وكيبداو يهاجموا الناس اللي على برا، علاش كتهضروا على الملك، علاش كتهضروا على الملك. انا بغيت نوضح واحد الحاجه، انا غنوضح، انا كنهضر على راسي. انا ملي كنهضر على الملك محمد السادس وتنقول انه يجب اسقاط النظام، لانني انا اقتنعت وتاكدت ان الملك المفترس محمد السادس ما صالحش للشعب المغربي، فانا تظلمت، ظلمني الديكتاتور محمد السادس. وما يجيش شي واحد يقول لي الملك ما فراسوش، لان القضيه ديالي عرات، كنعاود نقولها واسطر عليها، عرات الملك محمد السادس، عراته امام الشعب المغربي وامام العالم. ما يمكنش يتخبى يقول ما عارفش هذه القضيه، ما يمكنش. ثاني حاجه، منين استدعاني الملك محمد السادس نجي للمغرب في 2013، اذا شكون اللي كان كيهضر معايا؟ كيهضر معايا وزير الداخليه، وزير الداخليه ديال الملك المفترس مهند العنصر. اش تيقول؟ تيقول راه الملك اللي كلفني، كيهضر معايا باسم الملك. منين كيجي المدير ديال التشريفات الملكيه والاوسمه كيهضر معايا باسم الملك. كاين حميد الشنوري اللي اليوم هو العامل ديال خريبكا واللي كان المدير المركزي ديال الاستعلامات العامه، واللي كنعاود ناكدها وكنسطر عليها، اللي قدموا ليا وزير الداخليه مهند العنصر على اساس انه ان مومبر دو سون كابيني، يعني موظف في الكابيني ديالو، تابع له في البيرو ديالو في المكتب ديالو. ما عمرو كان قال لي انه هو المدير المركزي ديال الاستعلامات العامه، قال لي انه هو خدام معاه في المكتب ديالو، وهذا يعني رسمي وزير الداخليه رسمي في الدوله ومدير التشريفات الملكيه والاوسمه عبد الجواد بن الحاج. اذا واش بقات شي حاجه اكثر؟ وكيفاش ملي كيهضروا معاك هاد الناس هادو باسم الملك، باسم الملك محمد السادس؟ وهادشي راكم سمعتوا التسجيلات، ورجعوا للحوار اللي درت مع دنيا الفيلالي وغتسمعوا، غتسمعوا التسجيلات كامله بودنيكم. اذا واش هاد الناس كاملين كيكذبوا على الملك؟ واش هاد الناس كاملين هيك كيهضروا باسم الملك والملك ما فراسوش؟ ما يمكنش. اضافه لهادشي كنعاود نرجعوا ليها، هادشي وقع في 2013، في مارس 2013، وفي فبراير 2014 رفعت الدعوة على الجلاد والخبيث عبد اللطيف الحموشي وعلى الجلاد والخبيث منير المجيدي، وتما كاينه توقفات العلاقة ما بين المغرب وفرنسا. وشنو غتجي تقول لي الملك ما فراسوش؟ وهادشي المغاربة كاملين فراسهم، المغاربة كاملين فراسهم، العالم كامل فراسو، إلا الملك محمد السادس، إلا هاد الملك المفترس هو اللي ما عارفش. هو إلا ما كانش عارف
هذه راها كارثه اكثر واكبر من انه يكون هو اللي داير هذا الشيء كامل. اذا هذا الجواب ديالي على الناس اللي كدير فيديوهات تخرج تقول الملك، علاش كتجبدوا الملك، علاش كتهضروا على الملك. انا زكريا المؤمني من حقي نهضر على الملك المفترس، لانني انا عندي جميع الدلائل على ان الملك هو اللي عذبني. الملك هو اللي عطى التعليمات باش نتعذب، الملك هو اللي عطى التعليمات باش نتختطف، هو اللي عطى التعليمات باش نتحتجز، هو اللي عطى التعليمات باش نتعتقل تعسفيا مده ديال 18 شهر، هو اللي عطى التعليمات باش نخرج بعفو ملكي يوم عيد الميلاد ديالي، هو اللي عطى التعليمات باش يستدعيوني. وهذاك ماشي استدعاء باش جيت للمغرب، هذاك كان استدراج، استدراج نجي للمغرب. ومنين جيت لبيت الدعوه ديال هذا المفترس، بعدا جيت تعلمت السلطات الفرنسيه، السلطات الفرنسيه على علم بكل هذا الشيء هذا، وجيت للمغرب. يعني انا جاي تما كاينات في ضيافه الملك المفترس، في ضيافه من يدعي امير المؤمنين، وشنو كيوقع؟ كيصوروني في الغرفه النوم انا والزوجه ديالي، وكيبداو يبتزوني بالصور المفبركه ديال البورنو باش نسحب الدعاوي. واش هذا هو الملك؟ واش هذا هو امير المؤمنين؟ هذا مجرم جلاد خبيث، خبيث. الملك محمد السادس الملك المفترس خبيث، خبيث، وانا عريته. اذا انا ملي كنقول الملك المفترس هو الجلاد الاول، الملك المفترس هو المعذب، هو الخبيث الاول، هو المجرم الاول، فانا عندي جميع الدلائل، عندي جميع الدلائل. اذا هنا كنقول لهاد الناس اللي تبداو يقولوا علاش كتهضروا على الملك، فهنا شرحت لك علاش كنهضر على الملك. واش هذا الشيء قنعك ولا نزيد نعطيك التفاصيل اكثر؟ ومن مور هذا الشيء كامل، من مور هاد الابتزازات وهذا الشيء كامل، محاوله الاغتيال بواسطه اسلحه ناريه واسلحه بيضاء وسط فرنسا، وسط فرنسا. وهاد محاوله الاغتيال باسم الملك المفترس محمد السادس واسم منير ماجدي وعبد اللطيف الحموشي. اذا واش فهمتي دابا علاش انا كنهضر على الملك، وعلاش كنقول ان الملك خاصو يتحاكم، وعلاش كنقول ان الملك خاصو يتحيد؟ وهذا الموضوع هضروا عليه جميع المنظمات الحقوقيه الحره اللي في وسط المغرب، وجميع المنظمات الحقوقيه الدوليه، جميع الصحافه الدوليه، لو موند، لو فيغارو، نيويورك تايمز، واشنطن بوست، واللي بغيتي، الصحافه بالاسبانيه، بالفرنسيه، بالانجليزيه، بالعربيه، التلفازه الفرنسيه، عده قنوات، خرجنا كتاب في فرنسا في احدى كبريات دار النشر. اذا هاد الملك واش ما كيقراش، واش ما كيتسمعش، واش ما كيتفرجش، واش ما كاين والو؟ اذا هذا راه كنعاود نقولها لكم، الا ما كانش هاد الملك صح الخبار وما فراسوش، هادي راه كارثه اكبر بكثير من انه يكون هو اللي عاطي التعليمات. إذن هنا في القضيه ديالي ما عندوش منين يهرب، لا من لهنا ولا من لهنا. وحاجه اخرى، انا راسلت الملك باش نحطو يعني او بيي دو مور، باش ما يعاش منين يهرب ليا. يعني راسلته عده مرات وكنقول له ها شنو داروا هاد الناس، ها شنو داروا هاد الناس، ها شنو داروا هاد الجلادين، ها شنو داروا هاد المجرمين، ها وزير الداخليه ديالك، ها مدير التشريفات الملكيه والاوسمه، ها هما التسجيلات. انا مستعد للمواجهه مع هاد الناس ونحط لك الدلائل على هادشي كامل. اذا لو كان فعلا مالك ما فراسوش، لو كان فعلا مالك ماشي هو اللي عاطي التعليمات، غادي يقول كيفاش هذا وزير الداخليه كيفاش كيهضر بسميتي، اش هذا مدير التشريفات الملكي كيفاش كيهضر بسميتي، هاد الجلادين هادو كيفاش هادشي داروه باسم ديالي. اذا غادي يتحرك وسورتو انني حطيت له جميع الدلائل. اذا الملك شنو دار؟ خشى راسو وسط التراب بحال النعامه وتخبى. هادشي اللي دار، هادشي اللي دار الملك المفترس، هادشي اللي دار لانني حصلته بالدليل والحجه على انه هو الجلاد الاول، هو المخرج الاول، هو المجرم الاول، هو الملك المفترس. اذا انا هنا كنعاود نذكر هذا الملك المفترس وهاد الجلادين اللي معاه منير الماجدي وعبد اللطيف الحموشي، كنعاود نقولها لكم، والله ما نتفك معكم يا المجرمين يا الخبثاء. وهنا كنعاود نقول لك الملك المفترس، هاد القضيه ديال راك مريض طريح الفراش راه ما غاديش تخدم لك بزاف، راه حنا كنقلبوا مع المحامين كيفاش نستدعيوك باش تجي امام القضاء تجاوب على هذا الشيء هذا، تجاوب على هذا الشيء هذا. وهنا كنعاود نذكر الشفار والنصاب والجلاد منير الماجدي، هذا الخبيث، تنقول لك اوليدي والله ما نتفك معاك، تتحاكم انت، انت والو، تتحط رجلك في فرنسا المحاكمه، تحط رجلك في كندا المحاكمه، اضافه الجلاد والخبيث مخرج الافلام الاباحيه عبد اللطيف الحموشي، فانت كذلك كنتحداك يا الخبيث تجي تحط رجلك في فرنسا او لا في كندا. انت مع تحط رجلك في كندا او لا في فرنسا تشد، غادي تشد مباشره، وهذا الشيء كتعرفوه الهاربين من العداله.
عبد اللطيف الحموشي، منير المجيدي، الهاربين من العدالة، الملك المفترس، المختبئ من العدالة، كيلعب معاها هكا وهكا. إذن الخوت، هذا الفيديو اليوم كان لتذكير هاد الجلادين، هاد المجرمين، أن اليوم مرت 12 سنة، 12 عام على الاختطاف ديالي، وكنقول لهم وكنعاود نأكد لهم أن المعركة راها مستمرة، مستمرة يا الجلادين يا الخبثاء يا المجرمين. إذن هنا الخوت كنبغي نوجه واحد الميساج ديال التحية للمشاهدين، ليكم انتوما، شكرا بزاف على التضامن ديالكم، شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم، على الكومونتيرات ديالكم، على الآراء ديالكم. وهذا الكومبا الخوت، هاد المعركة رحنا فيها كاملين، وكنعاود نقول لكم شكرا وشكرا بزاف. وهنا الخوت كما وعدناكم دائما، أين هي الأميرة سلمى المختفية منذ 2017 والمعنفة من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ أين هي الأميرة سلمى المختفية منذ 2017 والمعنفة من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ خوتي المغاربة، خواتاتي المغربيات، نتمنى لكم يوم مبارك. موعدنا الحلقة المقبلة. السلام عليكم، مع السلامة.